السلام عليكم مشاهدينا الأحبة وحياكم الله، رمضان كريم والله أكرم عليكم. نتواجد اليوم بمستشفى الإمام الحسن المجتبى بحلقة جديدة من برنامج غذاء وكفي رمضان، نتكلم عن الطبيعة الغذائية والكثير من التفاصيل والنصائح الطبية. تعالوا يانا بهذه الحلقة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. الله رمضان كريم. الحمد لله صيامكم. الله يتقبل الأعمال. حياك الله يسلمك. شلون صحتكم؟ الله يسلمك. شلون أجواء رمضان؟ والله بخير إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. دكتور مهند قاسم الموسوي أخصائي وطبيب أخصائي بالمستشفى، حياك الله دكتور. حياك الله أستاذ محمد. الله يحفظك ويسلمك. الله يسلمك. حديث كثير إن شاء الله على طاولة حوارنا لهذا اليوم. إن شاء الله. وتفاصيل كثيرة. كبار السن هواي من عندهم يصومون بشهر رمضان. صحيح. طبيعة الغذائية مختلفة. أكيد. عن الإنسان ممكن البالغ أو الإنسان اللي صح. في بداية مراحل الشباب خلينا نقول. صح. صح. من يكبر واحد يعني مشكلة صحيح. غذائية. صحيح. لازم يكون بلي. يعني غذاء بعناية يختاره. جيد. جيد. شلون يبدي يختار غذاء أو يقسم غذاء؟ يعني بصورة عامة أستاذ محمد، الغذاء الصحي لازم يستهلكه كل يعني كل الفئات. بغض النظر سواء كبار او صغار سن او يعني شباب او يافعين، بصوره عامه كبار السن احنا دائما نكون حذرين وياهم باختيار النوع الغذائي. ليش؟ لانه هم يكونون معرضين لامراض يعني امراض تصلب الشرايين والسكري وهشاشه العظام بالنسبه للنساء وغيرها من الامور اللي يعني معرضين كبار السن لها اكثر من الشباب. يعني صراحة التقسيمات الغذائية خاصة في شهر رمضان لازم يكون غذاء كبار السن يحتوي على يعني راح أطلب لك بصلب الموضوع. نعم نعم. يكون يعني غني بالألياف، لازم يكون غني بالكالسيوم، لازم يكون غني بالخضروات والفواكه، وغني بال وجبات الغذائيه اللي تحتوي على كميات كبيره من الماء اللي يعني هي الوجبه بداخلها ماء، بالاضافه لشرب الكثير من السوائل. يعني احنا في شهر رمضان يكون نظام الغذائي شويه يتخربط بشهر رمضان. صح. ممكن انه وجباتك تكون محدوده من الافطار الى السحور. بالضبط. نعم. يعني الوجبات تكون محدوده والوقت يكون هم عندك محدود، يعني نعم. انت عندك وقت معين الإنسان يكون به يعني مسموح إلى الأكل. عادة إحنا نبدي مثلاً كإفطار بالنسبة لكبار السن، لازم مثلاً الطبق اللي يعني كبير السن يكون يعني بالذات يحتوي على حبوب. الحبوب شنو حبوب؟ مثلاً الحبوب اللي هن البقوليات أو اللي تحتوي انصح لها كربوهيدرات معقدة زائداً ألياف غذائية. نعم. فمثلاً لازم يكون الحبوب اللي هي العدس. احنا هذا فالشي يعني متوارث، هو احنا موارد دائماً بشهر رمضان متوارث هذا، وهذا فالشي صحي الحمد لله. نعم. انه العدس من الوجبات اللي هي قيمتها الغذائية تكون يعني كقيمة غذائية عالية. بنفس الوقت ما بيها كالوري أو طاقة كلش كبيرة اللي ممكن تخلي كبار السن، تعرف تكبير السن. نعم. يعني قليل حركة وكذا، فممكن يتعرض للسكر. فعاليات الحيوية محدودة. نعم. الحركة تكون محدودة، فممكن تكون يعني الوجبات يعني الوجبات اللي يأكلها ممكن تسبب له السمنة. نعم. العدس شاهد الكلام، العدس والحبوب الغذائية بصورة عامة سواء يعني البقوليات وغيرها وحتى الشوفان، هذا من نعم. الوجبات الصحية الكبير السن لازم أيضا يعني يستهلكون. نعم. سوائل هو مثل الحليب. الحليب كالسيوم نعرف عنها هشاشة العظام. نعم. موجودة بالنساء خاصة بعد سن اليأس، ف ضروري يكون الحليب والحليب ومشتقاته، مو بس الحليب. اكو معلومه نقول حليب الاعتيادي، هذا الحليب اللي نشربه او حليب العرب او الدواب مثل ما يسموه، تختلف ممكن؟ طبعا. نعم. تختلف. الحليب العرب اللي ذكرته حضرتك هسه صراحه هذا بالنسبه لدهن كلش عاليه. احنا لازم كبير السن واي واحد بس بالذات كبار السن لان معرضين لامراض شرايين القلب، امراض شرايين التاجيه وغيرها. نعم. لازم يكون الدهون المشبعه بالوجبه مالتهم تكون قليله. عاده الدهن اللي موجود هو دهون مشبعه بالحليب اللي احنا نصح له حليب الجمس او حليب الابقار، يعني الطازج خلينا نسميه. هذا يحتوي على نسبه عاليه من الدهون، فهذا يعرض الامراض يعني تصلب الشرايين وغيره. ممكن السكر الضغط هو طبعا، هو اذا ما عنده سكر وضغط هم ممكن يصير عنده سكر وضغط، ممكن يتعرض لامراض الشرايين. خلينا نشوف مراجعين الأحبة أيضا ندخلهم بحوارنا إن شاء الله بخدمتهم. زملاء الأحبة إذا ممكن المايك
حتى نكون مع مراجعين الأحبة، خلي نطرح عليهم التساؤلات، خلي نشوف ممكن غداهم بشهر رمضان، خلي نشوف الحجي. السلام عليكم، شلون الصحة؟ حبيبي رمضان كريم، إن شاء الله تقبل الله صيامكم، إن شاء الله الله يحفظكم، إن شاء الله إن شاء الله بعملكم، إن شاء الله الله يخليك. برنامج غذاؤك في رمضان معي دكتور مهند قاسم الموسوي لطرح التساؤلات حول الغذاء بشهر رمضان. شلون غذائك برمضان؟ والله غذائي بالنسبة لي مريض، صوم ما أقدر يعني. صوم ما صوم بشهر رمضان. تعرف الجنبة الشرعية لصيامك بشهر رمضان شنو اللي تدفعه أو شنو اللي الإجراء اللي يصير؟ والله أنا دائما استشير المرجعية موجودين ممثلين عن جسمه، وهم يعطوني توجيهات لازمة وإحنا نسير عليها. جيد. شلون غذائك بشكل عام بالأيام الاعتيادية؟ والله جيد. جيد. بالنسبة لي أنا أكثر شيء أكل لحوم بيضاء. لحوم البيضاء. إيه، لأنه هذا اللحم الأحمر يأتينا. نعم. عندك شنو المرض اللي عندك؟ أنا عندي قصر بالقلب. يعني دهون ممنوعة عن البيت. طبعاً هسه هو الحج يقول السلام عليكم. عليكم حبيبي. يعني يقول أنا عندي قصر بالقلب، طبعاً هاي من العوامل اللي ذكرناها قبل شوية، إنه من موانع يعني من موانع الدهون المشبعة اللي مثل ما قال الحجي هسه أنا اللحوم الحمراء أمتنع عنها. عاش تيد الحجي، هاي يعني فد خطوة كلش حلوة. حتى قبل الدكتور العفو بين كلامك، حتى قبل وضعي يعني ما أنا نفسي منها شرائح. عاش تيدك. هو لازم صورة عامة بالنسبة لوضعك الصحي، خاصة ست عندك أمراض شرايين القلب، لازم يكون استهلاكك للدهون المشبعة اللي هو مثل ما قلت حضرتك الدهون الحيوانية اللي هي اللحم الأحمر وغيرها، مو مثل اللحم الأبيض. اللحم الأبيض نوعا ما دهون اللي أفضل أقل. وبالنسبة للأملاح لازم يكون يعني مرتب كلش قليل، لأنه هذا راح يخليك أنه بارتفاع الضغط ويأزم حالة يعني أمراض الشرايين اللي عندك. بالنسبة للفواكه دكتور، هو يصير احتمال أي طبعا أكيد هو الفواكه والخضروات. حجي قد ما تقدر أكل خضروات، خضروات مو أحصد بيها بس بالشاد وريحان أفهم كلام. يعني مثلا الباذنجان، الشجر، القرنبيط، اللهان، هذا اللي خلينا نسميها الخضروات اللي تنزرع فوق القاع، اللي تنزرع فوق القاع بها الياف وباي، قيمتها الغذائية صحية، ما بها دهون مشبعة، غذاء صحي 100% لكل أفراد المجتمع. جميل. كافة أعمارهم. عندك التساؤل حجي تحب الطرحة على طبيب المختص؟ بالنسبة للغذاء؟ نعم. والله أنا أنصح دائما يعني أنا وجهة نظري يعني يعني رغم ما أخذ بها وما ما أخذ. نعم. إحنا اليوم موجود المختص يصحح وجهة النظر. والله أنا أقول بالنسبة إن شاء الله وجهة نظر. الله يبارك فيك دكتور. أنا أقول بالنسبة دائما خلي يكونون متفقين بالجماهير، بالناس، عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق هاي الندوات اللي أنتم متفضلين بها. الله يحفظك. الشاشات، التلفزيون، الشغلات، الأمور هي اللي هم اللي يوجهون الناس. أكيد. أنا بالنسبة لي كمدرس أفتي معرفة إن شاء الله. نعم. بس أكو ناس ما تعرف إن شاء الله. صح. وأكيد إحنا راح نوصلها من هالبرنامج ومن الاستشاريات المستشفى الموجودة. بالضبط. والعمل داخل هذه المستشفى. إعلامي له دور. الله يحفظك إن شاء الله. أنتم دوركم أكثر من الطبيب. الله يحفظك. رغم إن شاء الله. الدكتور هو يعالج. بس انتم توجيه اكثر من اي. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، اتمنى لك الصحه والعافيه. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. اليوم جيد اكو شيء من الوعي عند الناس ممكن يعني هذه المراحل حاليا النوع يعني الوعي الصحي بصوره عامه افضل من سابقا. خلينا نوقف الحجي دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حجي؟ رمضان كريم ان شاء الله، تقبل صيامكم. الله يحفظك. احنا كادر برنامج غذائك في رمضان معي دكتور مهند قاسم الموسوي. اهلا وسهلا. بمجال التغذيه العلاجيه ان شاء الله ومجالات مختلفه. عندك سؤال على التغذيه، شلون غذائك برمضان؟ والله ان شاء الله يم الله الحمد لله زين ان شاء الله. السكريات، سكر عندك غير من الامراض؟ لا ما عندي ان شاء الله. ما عندك؟ ما عندك امراض مزمنه؟ ماكو امراض مزمنه؟ لا ماكو، بس شويه بالتنفس. بهالعمر تعرف شنو صحي لك من الغذاء او غيره؟ لو تاكل كل شيء. لا والله حاليا كل شيء، حلويات، كل شيء اكل، كل شيء تاكل. في العمر دكتور شو تحب تتوجه؟ يعني بالنسبه لعمرك ايش قد عمرك؟ 68. طول عمر ان شاء الله. يعني لازم تعرف حجي يعني بهالعمر هذا تكون الشرايين ما تكون مثل ما مال واحد شاب. صحيح ياك اختي. فلازم يكون اكلك بعنايه، ما اريد اسود لك الموضوع بس بصوره عامه يعني اللحم الاحمر الدهون المشبعة اللي موجودة، الدهون الحيوانية بالذات اللحم الأحمر، يعني تكون
يعني مضرة إلي. صحيح. بالإضافة للسكريات، بالإضافة للملح، هبني يعني أكلات ضارة بصحتك، تعرضك لأمراض مثل السكري، أمراض شرايين القلب وغيرها. فحاول قدر الإمكان أنه يكون غذائك صحي، اعتمد على الخضروات والفواكه إن شاء الله. الخضروات يعني ذكرت قبل شوية، الخضروات اللي هي مزروعة فوق القاع. نعم. يعني الخضروات الورقية أو الخضروات الاعتيادية. وإذا تقدر عمهم يعني الفواكه جدا صحية إليك. نعم. الحبوب هم صحية إليك، اللي هي العدس، الحمص، الفاصوليا وغيرها. بالإضافة لل يعني للبروتينات اللي موجودة بالسمك مثلا، اللحم. نعم. الأبيض. ودهون السمك هي مفيدة، مو مثل الدهون الثانية. نعم. يكون يعني دهون غير مشبعة. دكتور تنصح بالفحص الدوري؟ طبعا اكيد العمرية. اكيد يعني الفحص الدوري، احنا عندنا برنامج السكري اللي الفحص فيه من سن ال 45، الضغط صار بال 20، فيعني الحج بين فتره وفتره تشيك ضغطك، تشيك سكرك. قاعد تفحص حجيته؟ والله ابحث نوبات من اجل الطبيب عندي بقول لي كان اكو يعني مؤسسات صحيه هواي تقدر تفحص بها. واذا تقدر عمو يعني امشي قد ما تقدر. نعم. تحرك، الرياضه جدا ضروريه لك. انا عندي دراجه نوبات اروح فيها للسوق. احسن، ممتاز هذا يعني دائما. دراجه هوائيه؟ هوائيه هوائيه. والله انا اشد على ايدك. الله يسلمك. ان شاء الله نتمنى لك الصحه والعافيه. اشكرك. شكرا جزيلا. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا. يعني اكو شيء من الوعي الثقافي كم دكتور عند الناس اليوم بالغذاء، بطبيعه الغذاء، وهذا احنا ما نحتاجين يعني نحتاج ندعمه بشكل اكبر اليوم ممكن بالمؤسسات الصحيه، ونشوف انه اكو عمل عليه على هذا الجانب. يعني طبعا انا مثل ما ذكرت قبل شوي استاذ محمد، انه الوعي الصحي افضل من السابق. نعم. الناس قامت تعرف، ولو اكو بعض المفاهيم الخاطئه بس شوي شوي نشوفها من خلال متابعتنا للمرضى جاي تتحسن هاي الأخطاء الشائعة اللي موجودة بالمجتمع. الوعي الصحي والطبي أفضل، والخدمة يعني احنا كمستشفى ما حسن المجتمع يعني الخدمة. هل نشوف الازدحام مال المراجعين اللي يعني احنا بشهر رمضان وهالازدحام مال المراجعين. نعم. فيعني اكو طلب المشورة الطبية وطلب العلاج وطلب المشورة الصحية موجود، ويعني هاي المستشفى احنا نشوف يعني اليوم زخم الناس ممكن وغيره، كبار السن بالتحديد دكتور بل. يحتاج لفد نظام غذائي خاص، او ممكن اذا هسه الحج يقول انا ما عندي لا ضغط ولا سكر، ما في امراض مزمنه، فبالتالي حج كل شيء ياكل التمر وغيره من الحلويات. صح. ممكن مثل ما ذكرت حضرتك، والحج هم قال كل شيء ياكل. طبعا هو نعم. مو صحيح كل شيء ياكل، لانه انا يعني يمكن انتبهت لي ذكرت لي الحج انه موضوع العمر. نعم. عاده كل ما الانسان يتقدم بالعمر كل ما يكون عرضه للامراض. صح. بالذات احنا ناكد على امراض شرايين القلب، لان نعم. هي السبب الاول للوفيات بالعالم. فاحنا دائما نركز على موضوع امراض الشرايين، امراض الذبحه الصدريه وغيرها. نحاول قدر الامكان انه يعني اكل المراجع صحي. انا ذكرت لانه موضوع الرياضه، موضوع الاكل. نعم. الصحي، موضوع تقليل الدهون يعني الدهون المشبعه اللي موجوده بالغذاء، موضوع تقليل السكريات، موضوع يعني السكريات والاملاح تكون اقل شيء ممكن، يعني لان على مود يحتمي المراجع ويقي نفسه هاي الامراض. جي جي. اللي معرض. اذا ان شاء الله هي هذه الرساله اللي راح تكون موجهه لمراجعينا. خلينا نجول بعد نشوف المراجعين ممكن عندهم بعض التساؤلات بمجال الغذاء، بطبيعه الغذاء، ممكن باليه اخذ الغذاء وتناول الغذاء الصحي، خصوصا كبار السن. احنا نخاف عليهم كبار السن في هذه المرحله، يعني يبغى لهم عنايه خاصه. نعم. صح. خلي نشوف الاخوه اللي جاي لي مستشفى الامام الحسن طبعا لمراجعات مختلفه، نختار لها على تعيين ان شاء الله من الناس اللي موجوده، ونشوف طبيعتهم الغذائيه، نشوف شلون تغذيتهم بهذه الايام، صحيه او لا. خلي نشوف. حجي السلام عليكم، شلون الصحه حجي؟ الله يحفظك. سريع، خذ راحتك، رمضان كريم ان شاء الله، قبل صيامكم بارك الله. الله يحفظك. شلون صحتك حجي؟ شلون صحتك؟ غذائك شلون؟ والله عندي انسداد انا بالقلب. عندك انسداد بالقلب؟ أيوة. تعرف شنو الغذاء الصحي اللي تاخذه او لا؟ ادويه، دخلت على الدكتور وانطاني ادويه جاي اخذها. غذائك شلون؟ اكلك شلون؟ انا اكل تمن برغل.
المنبر. أحسنت. والخبز شير. وبدون دهن أكلك حجي؟ دهن الخبز شير لا ما أكله. سكر عندك عمو؟ إي عم. الله يخليك. زين أخذك للدهون اللحوم غيره تأكل لحوم أو لا؟ لا لا ابتعدت عنه. كله نظام صحي. نعم. إذا شنو تنصح اليوم؟ هو أسأل حجي ما شاء الله يعني هو أصلاً محتمي ومحافظ على صحته. الله أنا مثل ما ذكرت لك موضوع أمراض الشرايين هو دائماً يتكرر. بلى. فعشت إيدك حجي عندك سكر البرغل يعني في الغذاء كلش لطيف محتوي على أليار غذائية طاقماته مو كلش عالية. نعم. فاستمر بأكله دائماً يكون ناشف يعني حاول إنه الدهون تكون قليلة بالأكل حجي. نعم. بالإضافة الملح هم لازم يكون قليل. أيوة أنا أملح ما أكل. بالضبط. أيوة. تضغط عندك عم. لا لا ما عندي. بس هو بال يعني حتى لو ما عندك ضغط مسألة الأملاح وتأثيرها على شرايين القلب. هم لازم واحد قدر الإمكان إنه يتجنب الملح. نعم. الأقل شيء ممكن. بارك الله. تقدر تمارس فد رياضة بسيطة حتى لو بداخل البيت. وأنا فلاح. فلاح. أحسنت. صحة إن شاء الله. نتمنى لك الصحة والعافية. شكرا لك. الله يحفظك. يعني اليوم ممكن هذه الطبيعة الغذائية وتناول الأغذية تكون حاضرة عند الناس. اليوم بدأت الناس تفهم هذا يعني المنطوق خلينا نقول أو الوعي الغذائي بالتحديد. خلينا ندخل بعد دكتور بين المراجعين. إحنا راح نتعبك في جولتنا اليوم. الله يحفظك. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الله يحفظكم إن شاء الله. نقول رمضان كريم علينا عليكم إن شاء الله. الله عليكم الله يسلمك. شلون الصحة؟ الله يرضى. شلون غداكم برمضان؟ والله غدا بعد هي هاي رمضان هذا وبالخيرات. وبالخيرات. عندك مرض مزمن ضغط سكر؟ لا لا الحمد لله محتمي إن شاء الله. اي والله محتمي. مع دكتور مهند إن شاء الله أخصائي في المستشفى وأيضا اليوم قاعد نناقش الجانب الغذائي وأكل الغذاء بشهر رمضان. عندك بس سؤال بالغذاء؟ والله مش مسألة يعني السكريات يعني مثل هذا وزني. سكريات زينة؟ لا والله مو زينة. يعني ابتعد. اي طبعا. اشرب. السكريات يعني اللي هي احنا نسميها السكريات السهلة اللي هي اللي حلويات يعني اللي يدخل بصناعتها السكر، الشكر احنا بتعبيرنا صحيح. اي يعني هذني لازم قدر الامكان خاصة قلت عندك يعني سمنة شوية. سمنة اي. فهذني الاكلات اللي هي السكريات لازم تبتعد عنها نهائيا يكون اكلك صحي يعتمد اذا تريد تحصل سكريات السكريات اللي موجوده بالفواكه اي والخضروات هذني طبعا يعني اكل صحي 100% بالاضافه للبروتين حاول قدر الامكان انه تتمارس الرياضه على مود يعني يقل وزنك والله احنا عندنا الحجيه نايمه مستشفى نصعد الدرجه ونازلين درجه يعني اضبط رياضه جاي هم من الرياضات المهمه اي تمام بقلاوة الزاوية لازم هاي السكريات تتنعن مشكلة في الحلويات اي والله هذا النوب الشكرتي تمور شلون قاعد تاخذ والله التمور مو وكل وقت ولكن باليومين هيك ناخذ لك سبع تمرات ثمان تمرات تمر افضل التمر يعني فيه سكريات فيه سكريات وبالياف يعني بمجموعة مجموعة كافطار لا يومي الافطار يومي تمر زين بالنسبة للباقي اللحوم غيره شنو استهلاكك؟ والله هسه قد عمرك انت ان شاء الله؟ انا عمري 42 سنة 42 دكتور ينشمل هسه بنظام الفحص المبكر او الشيك المبكر؟ اي طبعا اكيد لازم تفحص هسه التضغط حجي عم تشيك ضغطك؟ لا والله اي لازم تشيك الضغط تشيك السكر اي ضروري خاصة انت عندك عوامل خطورة لازم تشيك دهونهم اي إيه عندك سمنة والله عندي معدتي اندمرت اي يعني هاي هم من السمنة انت ما طول اكو عندك عوامل خطورة حجي لازم اقلها تحليل دهون تسوي وهسه موجود عندنا متوفر بالمستشفى يعني تحليل دهون تحليل السكر قياس الضغط هذا انه ضروري تشيكن عمو على مود عشان يقولوا لي تقص المعدة افضل ايش قد وزنك انت؟ 140 كيلو 140 قولك ايش قد؟ 170 75 175 يعني عندك سمنة مفرطة يعني بس احنا اليوم ممكن العامل الغذائي هو العامل يعني الغذائي للوقاية اوكي انت والله ما نشذب عليك يعني انا لا ريوق لا بد هي الوجبة واحدة ومرات تصير وجبتين مو صحيح حمل وجبة واحدة صح دكتور ممكن تواقف ايه لازم يكون ايه اكيد طبعا استاذ محمد الوجبات لازم تكون مالتك متعددة وقليلة احسن مما يعني انت ما تتريق وتجي للغداء اي بالغداء لو سمعش لو دجاج ولا يعني يصير اكلك ثقيل فتكون مرات العشاء مالك يعني نادرا بدون المفروض انت تقسم غذائك يعني بدل ما تلغي وجبه اعتقد دكتور انه خمس وجبات او ست وجبات ممكن بكميات صغيره ومتعدده اي نعم. بالضبط اي صغيره ومتعدده يعني ما يمدى غدا وعشاء وهذا بس كود قليل اي قليل قليل على مود لا يصير عندك زياده بالسكريات تزيد السمنه عندك يعني حتى تلغي الدهون من يعني اهم شيء تلغي الحلويات والحلويات تخلص من البقلاوه نتمنى لك الصحه والعافيه يسلمك صحه وعافيه الله يحفظك ان شاء الله
يعني دكتور وين ممكن تدري ببعض المعلومات الغذائية والصحية لكن متردد الطبق نقول الغذاء طيب أو مرات ممكن الإنسان فود أكو في التعبير يقول فود إز تيستي يعني الغذاء مثل ما ذكرت حضرتك الغذاء طعمه طيب ويعني الإنسان احنا طبيعتنا الانسان الشرقي دائما يحب الوجبات اللي هي تكون غنيه بالمواد المضره يعني مثل يعني السكريات والنشويات والدهون المشبعه نلقاها هواي خاصه بالفواتح بالعزايم يعني هذا يعني هي مشكلتنا اليوم حتى طبيعه السفره مالتنا تتكون من 5 أصناف 6 أصناف لا يعني على اقل تقدير اليوم هذا ممكن مو صحي اليوم هذا التنوع بالوجبات انا انوع واقلل الكميه انا لا بالعكس انوع وجبات بس بالوجبات الصحيه يعني تكون يعني مثلا انا خليني اضرب لك فد مثال الطبق اللي المفروض الانسان ياكله هذا حتى المرضى اللي يعني مرضى النحافه ومرضى امراض القلب وغيرها الطبق يكون يحتوي على 4 أصناف ربع يكون للخضروات اللي قلنا الخضروات اللي مزروعه فوق القاع ربع يصير للفاكهة هذا يعني هو مو طبقة بحد ذاته بس الوجبة لازم تتكون من 4/4 ربع للخضروات ربع للفواكه ربع للحبوب وربع للبروتين الحبوب اللي أقصد بها الحبوب اللي هي الحبوب العامة يسموها لها هول جرين هذا الهول جرين يعني مثل ما ذكرت لك إنهم يعني أوليات أو شوفان يعني السكريات المعقدة اللي بيها بالنسبة للخبز هواي من الناس استبدلت بخبز الشعير تنصح بي اليوم؟ هو خبز الشعير الصراحة هذا فد مفهوم خاطئ يعني مع احترام للمراجعين كافة يعني الشعير هو يمتلك قيمة غذائية عالية حالة من حال الطحين المشكلة الفرق أنه الشعير يحتوي على هواي ألياف فامتصاصه يتأخر أكثر من الحمضة بس القيمة الغذائية هي نفسها أكو يعني أكو بعض يعني بعض أنواع الخبز اللي تكون نوعا ما أفضل مثل يعني خبز الطحين اللوز ولو أن هذين مكلفات يكون كأسعار مكلفات مو مثل خبز الحنطة العادية خبز الشوفان يعني الشوفان هو يعني أفضل من الحنطة بس يعني هو هم يمتلك قيمة غذائية هم بيه كربوهيدرات وعندنا هذين بذور الشيا والكتان وغيرها أنا عن تجربة شايف أنه بذور يعني خبز الطحين اللوز هو من أفضل من أفضل أنواع الخبز بس مشكلته أنه أسعاره غالية مو متوفر دائما يعني ختاما شكرا جزيلا لك اهلا وسهلا اخذنا من وقتكم وشكرا لهذه النصائح اللي قدمت المراجعين الله يحفظك ان شاء الله صحة وعافية للجميع رمضان كريم مبارك. ان شاء الله والله يعود علينا وعليكم بالخير والبركه ان شاء الله سلامك. شكرا جزيلا نشوفكم خير ان شاء الله مع الف سلامه اذا مشاهدينا الاحبه اللي هنا تنتهي حلقتنا من برنامج غذاء وكفي رمضان اكيد ان شاء الله راح نلتقيكم بحلقات اخرى وجوانب اخرى متعدده بالغذاء وطبيعه الغذاء وطريقه استهلاك الطعام بشهر رمضان المبارك في مالنا